يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسلمون يقيمون في بلاد غير إسلامية لا يوجد فيها بيت مال، فهل يجوز أن يعطى للإمام راتب شهري يؤخذ من صندوق المسجد الذي يجمع فيه تبرعات المصلين؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، أن يدفع له قدر ما يكفيه ليتفرع لإمامة المسجد، ويكون من صندوق المتبرعين، لأنه يقوم مقام بيت المال. نعم.